خلينا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، واللقاء هام جدا مع البطلة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو. يا فاروق اتفضل سامعينك. من جديد بجدد التحيه بالزميل العزيز امير هشام وكابتننا الكابتن هيثم السعيد، وطبعا برحب بالكاتب الصحفي الكبير استاذنا الكابتن استاذ جمال الزهيري، وطبعا كل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. انا عايز يعني اخد من كلام الاستاذ جمال الزهيري اختيار للكوادر، وهو ده يعني الميراث اللي بتعيش من خلاله عائله النادي الاهلي. احنا معانا في هذه الاثناء احد الكوادر الرياضيه وواحده من بطلات مصر وبطلات بطله النادي الاهلي وصاحبه الميداليه البرونزيه في طوكيو، البطله جيانا فاروق. جيانا برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي وبين جدران البيت الكبير. النهارده البيت الكبير بيتسع لكل للجميع، وكواحده من ابناء البيت الكبير النهارده جايه تمارس حقك النهارده في انتخاب مجلس اداره جديد للنادي الاهلي. والله انا طبعا مبسوطه ان انا معاك النهارده، ومبسوطه ان انا في وسط النادي الاهلي بيتي اللي انا اتربيت فيه، ومبسوطه ان في وسط الانتخابات، وان انا يعني لاول مره ابقى منفصله فجاي لي راي حق في التصويت المره دي، فجايه يعني ده حق النادي عليا ان انا المفروض ابقى متواجده في حاجه زي كده، وان اختار الناس اللي من وجهه نظري انا شايفه ان هم يصلحوا ان هم يمسكوا اداره النادي الاهلي، وهيبقوا حريصين على مستقبل النادي وعلى مستقبل الابطال وعلى مستقبل الرياضات اللي موجوده جوه النادي، واتمنى التوفيق للكل باذن الله. جيانا على المستوى الشخصي شايفة أن وجود ممثلة للمرأة زي مي عاطف وهي واحدة من الكوادر اللي بتعد داخل النادي الأهلي هي انتصار ليكي والكتير جدا من بطلات النادي الأهلي أن في يوم من الأيام يكونوا موجودين في هذه المكان؟ اكيد طبعا، يعني مي انسانه جميله وبطله سباحه كبيره، وان يكون عامه للمراه دور في النادي او جوه المجلس دي حاجه بتشجعنا كلنا، بتخلي عندنا امل ان احنا ممكن في يوم من الايام نبقى موجودين في المجالس اللي جايه، وبتمنى لها كل التوفيق باذن الله. الاستاذ جمال الزهيري في الاستوديو بيقول ان النادي الاهلي بيعرف يقتني الكوادر وبيصنع الكوادر على اسس سليم، شايف الامر ده ازاي خاصه ان الكابتن الخطيب اشار ان جيانا فاروق واحده من الكوادر سواء للنادي الاهلي او لمصر؟ والله انا شايف ان اهم حاجه النادي بيزرعها في اي بطل عنده او في اي حد بينتمي للنادي هي اخلاق وروح الانتماء للمكان اللي انت موجود فيه، حبك للمكان، فدي يمكن هي اكتر حاجه بتخلينا متمسكين بالنادي، متمسكين ان احنا نكمل وان احنا نعمل نتائج للنادي مهما حصل، مهما تعرض علينا بره من عروض ان احنا نسيب النادي ونروح نوادي ثانيه. بتلاقي دايما لعيبه الاهلي هم ماسكين في الاهلي، هم عندهم انتماء للاهلي، في ناس بتسيبه وتمشي، بس اللي عندهم انتماء للاهلي وفاهمين يعني ايه اهلي بيحبوا الكيان نفسه هتلاقيهم دايما موجودين. يعني جيانا كلام طالع من القلب، القلب اللي اتربى بين جدران البيت الكبير. اكيد، وانا يعني فخوره ان انا جزء من النادي الاهلي، ومبسوطه ان انا اديت النهارده دوري تجاه الاهلي. يعني خدت وقت قد ايه في التصويت؟ لا ده ما خدش خالص، انا دخلت لقيت اللجنه فاضيه، يعني يا دوب اخذوا البيانات ودخلت على طول، الموضوع ما خدش مني دقيقتين اصلا. اول ما دخلتي بقى على اللجنه وشافوا البطله جيانا فاروق، انا عرفت اكمل كتير جدا، يعني احكي لي بقى الكواليس ديت لان الجماهير تحب تسمع الكواليس دي. والله كان في ناس قعدت تصور معايا وانا ببسط لما بلاقي ان في ناس من النادي عارفيني، وان انا عملت حاجه قدرت ان هي توصل لجمهور الاهلي وان هم حابيني وحابين وجودي، كنت مبسوطه قوي لما لقيت ناس عارفاني وبتصور معايا، يعني حسيت ان يعني هم دول عيلتي بجد في الاخر. يعني الاهلي هيفضل عيله وكلنا بننتمي لجدران البيت الكبير. اكيد يعني اكيد. ميرسي ميرسي، شكرا ميرسي. امير كابتن هيثم، ده كان لقاءنا مع البطله الاولمبيه جيانا فاروق الحاصله على الميداليه البرونزيه في طوكيو. اعتقد يعني قالت كلمه اللي هو ده شعور الانتماء للبيت الكبير وعائله النادي الاهلي.